هاي كولوزيوم مدرج روماني عملاق موجود بوسط مدينة روما، تم بناؤه على عهد الأمبراطورية الرومانية بالقرن الأول بين سنة 70 وال 72 بعد الميلاد تحت حكم الأمبراطور فلافيو فيسبيجن، وتم الانتهاء منه بشكل أساسي سنة 80 بعهد تايتس. تم بناء المدرج الأكبر بالعالم من الخرسانة والحجارة، ويعد الأكبر يلي بنته الأمبراطورية الرومانية، وطبعت صورة الكولوسيوم على قطعة الخمس سنتات الإيطالية. الاسم الأصل للمبنى كان أنفيثياتروم فلافيوم، لأن بنوه أباطرة من الثلاثي الفلافية. اسم الكولوسيوم حصل عليه بعدين نسبة لتمثال نيرون الضخم يلي كان حده، والمسمى باللاتينية كولوسوس. كان الكولوسيوم يتسع ل 50,000 شخص قاعدين. مين قال انه ليلة افتتاحه وللأسف تم قتل 5,000 حيوان من بينهم وحيدي قرن، اسود، فيلة، دبب، نمور، تمسيح وغيرها؟ انا قال بشوفكم بكره.